ثاني سبعة، خش بقى عليه، خش عليه، جول 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 في مصر، جول في مصر بعد 9 دقايق. هنشوف اللعبة دي تاني من ناحية الشمال، اهو بيرجعها بيرجعها، جت وهيشوطها قوية، بيشوط قوية هيرفع، مفيش حد ياخدها بالهيد. يلا بقى يلا بقى، جوه جوه جول 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 جول، طاير ابو زيد، جول جميل، جول جميل، جول جميل جميل جميل، طاير ابو زيد، 1-1. اللعبة جاية وخدها وهو على الطاير. بص بص شوف طاير ابو زيد بيعمل ايه، طاير ابو زيد بيعمل ايه اهو، شوف هياخدها الطاير ازاي، شفتوا شو وادي اتنين وحواليه واحد، هو تمشي بقى امشي بقى، بومبا، جول 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 مصر، جول لربيع، هيرفع، مفيش حد ياخدها بالهيد. يلا بقى يلا بقى، جوه جول 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 جول، طاير ابو زيد، جول جميل، جول جميل، جول جميل جميل جميل، طاير ابو زيد، 1-1. اللعبة جاية وخدها وهو على الطاير. بص بص شوف طاير ابو زيد بيعمل ايه، طاير ابو زيد بيعمل ايه اهو، شوف هياخدها الطاير ازاي، شفتوا شو وادي اتنين وحواليه، 1-1. مش بقول لك الجول بيجي في ثانية، طاير ابو زيد، طاير ابو زيد، 1-1. وفات 21 دقيقة. يلا يا مجدي، مجدي عبد الغني السهلي هناك في الونج الشمال، وجنبه عباس سليمان، وجنبه محمود حسن، عماد عماد عماد، نمرة 11، هاتوا خد هاتوا خد، هو مجدي بره، اوت بتاعتنا بتاعتنا، الاوت بتاعتنا، ربيع ياسين ياخد يجري، ليه مش اوت، امشي بقى امشي بقى، هوبا، جول 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 مصر، جول 2-1 2-1. جول ابو زيد برضه، الجول الثاني لطاهر ابو زيد بقنبله، يبقى مصر 2 وساحل العالم، مفيش حد ياخدها بالهيد. يلا بقى يلا بقى، جوه جول 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 جول، طاهر ابو زيد، جول جميل، جول جميل، جول جميل جميل جميل، ليه مش قوي، تمشي بقى امشي بقى، هوبا، جول 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 جول، مفيش حد ياخدها بالهيد. يلا بقى يلا بقى، جوه جول 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 جول، طاهر ابو زيد، جول جميل، جول جميل، جول جميل جميل جميل، طاهر ابو زيد، 1-1. اللعبة جاية وخدها وهو على الطاير. بص بص شوف طاير ابو زيد بيعمل ايه، طاير ابو زيد بيعمل ايه اهو، شوف هياخدها الطاير ازاي، شفتوا شو وادي اتنين وحواليه، واحد، اول تمشي بقى امشي بقى، هوبا، جول 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 مصر، جول ثابت البصر. ابراهيم يوسف بيقول لهم اطلعوا قدام، وده ثابت ثابت بايده على شماله ورا خط السنتر ب 15 يارده. يلا يا مجدي، مجدي عبد الغني السهلي هناك في الونج الشمال، وجنبه عباس سليمان، وجنبه محمود حسن، عماد عماد عماد، نمرة 11، هاتوا خد هاتوا خد، هو مجدي بره، اوت بتاعتنا بتاعتنا، الاوت بتاعتنا، ربيع ياسين ياخد يجري، ليه مش اوت، امشي بقى امشي بقى، هوبا، جول 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 مصر، جول 2-1 2-1. جول ابو زيد برضه، الجول الثاني لطاهر ابو زيد بقنبله، يبقى مصر 2 وساحل العاج 1. واللي جاب الجولين طاهر ابو زيد، وجابها
الاثنين شوطة حلوة حلوة حلوة. 2-1 مصر. طاهر ابو زيد دقيقة 28. دقيقة 28 طاهر ابو زيد. فاضل 17 دقيقة. اثبتوا يا ابطال اثبتوا اثبتوا. بيرقص ويخش بيها الاوز بتاع مصر. علي شحاتة بيقول ما كلمتوش اهو هيرمي البطل علي شحاتة الى ناصر محمد علي بيلعبها ورا الباك نمرة 3 اجوكا واجوكا بيرجعها لكوفي وكوفي بيرجعها لجاتشي سيلي. جاتشي سيلي ماشي 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 طويلة قدام طويلة قدام يلا يلا بيعدل ابراهيم يوسف بيحطها كورنر. احسن احسن يا ابراهيم احسن لان حواليه اثنين وبيندالهم اهو شايفين ابراهيم بيندالهم. يلا يلا كورنر من ناحية الشمال وفي في انذار معرفش الحكم بيكتب انذار على مين هنعرف لازم عليهم احنا ما عملناش حاجة ابدا لازم نكلم الحكم ولا حاجة. اتلعبت الكورنر عالية عالية تطلع قدام خش عليه خش عليه ما تخليش يشوف نمرة 3 بيعليها. يلا يا ثابت ثابت مسكها وقع وقع في الارض لكن الكرة معاه والحكم مدي وابراهيم يوسف شايفه بيسقف للعبته ويقول لهم يلا الفاول ده نمرة 9 عندهم انذار لنمرة 9 يبقى عندهم هم انذارين نمرة 3 انذار ونمرة 9 انذار من عندهم احنا ما عندناش الحمد لله انذارات ولا حاجة من دي. يلا طاهر ابو زيد البطل بتاع النهاردة اللي جايب الجولين البطل بتاع النهاردة اللي جايب الجولين بيرجع ورا خالص لثابت البطل وابراهيم يوسف رايح له وابراهيم يوسف رايح له. فاضل ربع ساعة لسه فاضل ربع ساعة ثابت البطل اهو طاهر ابو زيد نمرة 12 علي شحاتة حاسبه بقى خلاص يلا بقى استوت كده استوت كده شاط فعلا شاط فعلا وحياخدوها معلش وياه وياه يا ناصر كنت زير واحد وايجيبت اثنين يبقى كنت ديفوار ساحل العاج واحد ومصر اثنين خش عليه خش عليه ما تسيبوش يشوط ما تسيبوش يلعب اوفر ولا يشوط طبعا برافو يا يلا يا مجدي يلا يا مجدي يلا يلا يا ناصر ناصر قصير هتروح منه راحت سهل وورا خط السنتر وبيرجعها بكعبه ورا قدام خط السنتر نمرة 15 ميزان باسكاي. ابراهيم يوسف بيديها حلوة بالمقاس ومجدي عبد الغني مع محمود حسن محمود حسن رقصه تمام ولعبها ايه اللي عملت سليمان اللي بيلعب بالمقاس بيلعب بالمقاس بيلعب بالمقاس بيلعب بالمقاس يلا يلا بره 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 كورنر 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 16 هينزل بدل 17 17 هيطلع وينزل بداله 16 ديبوي هيطلع وينزل مل ميلوجي ميلوجي مل ميلوجي 16 مل ميلوجي مل ميلوجي نمرة 16 وجان هور طلع نمرة 17 يبقى ميل ميلوجي 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 نزل نمرة 16 هو وباقي على ساعتي انا 13 لا 12 دقيقة 12 دقيقة ونص ان شاء الله وكورنر في صالحنا ومن ناحية الشمال واتلعبت بيطلعها يخش وياه يخش يا حماده حماده بيشوطها عادي قوي عند الجول عند الجول عند الجول عند الجول بيمسكها بيمسكها الجول لكن طاهر ابو زيد وياه الحكم ادى فاول وقال للطاهر ابو زيد بلاش كده بلاش كده ما يكون ماسكها جول ما تخشش برجلك لكن ده تحذير ماهوش انذار تحذير ماهوش انذار. الجمهور بينادي عليهم نمرة 3 اجوكا واحد من اللي واخدين الانذارات طويلة قدام
يلا معلش برا عود نمرة 12 ميزان باسكاي ميزان باسكاي ميزان باسكاي يعدل لنفسه برا 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 عود نمرة 16 ذا اللي نزل ميل ميلوتشي عاوز لسه نازل مستريح عاوز يجري عمال يجري نزل بدال جان هوم 17 لينا خدوها هما خش يا مجدي عبد الغني هاتلنا دي بيشوف من بعيد قوي يلا هاي هما خلاص فقدوا ان شاء الله اعصابهم لانه فاضل على ساعتي انا 11 دقيقه على انتهاء المباراه والنتيجه في صالح مصر 2-1 ثابت البطل لا ما تديش علي شحات في واحد اهو لازق له وثابت بيقول لهم اطلعوا قدام هيلعب قدام طبعا لعبها قدام عن طاهر ابو زيد وناصر محمد علي وخدها ناصر محمد علي امشي يا ناصر امشي يا ناصر فوت ثلاثة لا خدوها منه معلش يلا علي شحاته علي شحاته خدها خدها وشاوي غريب فاول عليه شاوي غريب فاول عليه ميزان باسكاي لعب الفاول بيرقص مجدي عبد الغني بياخدها فاول عليه نص الملعب بعد نص ملعب مصر ايه ده لا 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 ترجع ورا شويه هو هيرجعها الحكم رجعها اربع خمس يردات شاوي غريب رايح يقول له الحكم قال له مالكش دعوه انت رجعها وقال له العب ورجعها له ثاني يردتين نمره 16 اللي نزل سابها الخمسه بيطلعها علي شحاته بترجع بيطلعها حمادة صدقي بيطلعها ناصر محمد علي باكورد هناك يلا يلا تروح لهم معلش من ناصر اجري بقى اجري بقى يا محمود اجري هما بيستموتوا على كل كرة يا برافو يلا خش يا رجالة خش يا رجالة طاهر ابو زيد بيحلها من بعيد في دايرة السنتر بيلعبوها على يمينه بيلعب على يمينه رفعها اوفر خطرة 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 هيجري ثابت البطل هيجري ثابت البطل ياخدها خدها ثابت البطل ومحدش جنبه مسكها بايدك بقى مسكها بايده فعلا ومستريح وهيدي شوي غريب شاطحة طويلة ما تلاش شوي عند ناصر محمد علي ناصر قصير ولكن بيشترك مع نمرة ثلاثة بنمرة ثلاثة بياخدها ويرجع ياخدها ناصر فاول على ناصر فاول على ناصر طبعا فاضل تسع دقايق اصعب تسع دقايق في المباراة طبعا مصر بتلعب على اعصابها الوقت غلبة بفرق واحد يلعب يا ابراهيم خش خش يا مجدي امشي فرصة يلا يا علي اشحات يلا يا علي علي وقع في الارض واللاعب وقع في الارض وكرة طلعت بره طلعت بره فلهيها لهيها ما فيش حد لهيها علي شحاتة بس ما فيش حد هم تشوف نص الملعب بتاعهم ما طبعا بتوعنا واقفين كلهم في نص ملعبنا خايفين لان احنا غالبين 2-1 وبدهم يحرسوا على الجول بتتلعب طويله قدام بياخدها مجدي لا لا ياخدها السايد بتاعهم ويلعبها ثرو وهيخش ويلعبها لونج الشمال خطره اوف سايد اوف سايد اوف سايد باقي 8 دقائق على انتهاء المباراه والنتيجه في صالح مصر 2 وسهل العجوة في واحد منهم واقف جنب ثابت البطل اهو نمره 9 ده هو هيطلعوا الحكم قدام لان نمره 9 اللي نزل جوبا جوبا نمره 9 ملوش انه يقف على بعد اقل من 10 ياردات بتتلعب طويله عند عماد سليمان عماد سليمان مسكها ورجع في نص ملعبه وهيلعبها قدام هيلعبها الى مجدي عبد الغني اللي هيلعبها بالعرض لشاوي غريب يلا وينج مين وينج مين لعلي شحاته وينج مين لعلي شحاته يلا يا علي يلا يا علي يلا يا علي لسه اوفر بس مفيش حد مفيش حد معلش بس علي خدها وكان ممكن نعمل منها حاجه معلش حرس على دي حرس بره شاوي غريب بيطلعها بره اوت نمره 16 اللي نزل ميل ميلوجي ميل ميلوجي رجعها ورا لنمره 3 اتشوكا نمره 4 تيتشي
اتش للباك اليمين ميل ميلوجي. يلا مجدي عبد الغني، طاهر ابو زيد، ادي واحد، ادي واحد من شنكله شنكله شنكله. فاول علينا، فاول علينا، ندي واحد بلاش كده، نمره 15 محمود حسن. ما تحتفظوش بالكوره، العب الكوره، العب هي. ابراهيم يوسف طبعا عالي ولعب الهيدز بس رايح لهم في النص. يلا خش عليها شوي يا غريب، شوي غريب بيحلق وطاهر بيحلق وبتتلعب بسن الجزمه، بيطلعها ابراهيم يوسف، امشي في نص ملعبه، مش اوفسايد في نص ملعبه، ما فيش اوفسايد، القانون صريح في نص ملعبه. عماد سليمان في نص ملعبه بيرقص بس خدها منه، معلش معلش. ابتدى ورا الخط الجمهور بيزعق، ما عندوش فكره عن القانون في نص ملعبه. بره اوت، فاضل 6 دقائق على انتهاء المباراة والنتيجة 2-1 لمصر. طاهر ابو زيد اللي جابه جولين، هيرفع، يلا حلو قوي طاهر ابو زيد، حلوة. لا الجول هيطلع بره، يمسك الجول، هيمسك الجول، هيلعب بزيد برجله، طلعها بره، احسن احسن، ضيعه وقت. الاوت بتاعتنا، وهات وخد على مهلك، على مهلك. رايح فين؟ بيدي وراه لثابت البصري. فاضل 5 دقائق على انتهاء المباراة، وكرة مع كابتن الفريق النهاردة ثابت البطل، وبيديها إلى ناصر محمد علي اللي نزل ثاني هاف تايم بدل زكريا ناصر. والأوت بتاع مصر في نص الملعب ناحية اليمين، واللي هيرميها علي شحات، طويلة، إيه هيرجعه ورا شوية، بيقول له ورا شوية، معلش هيسيبها طبعا، لعب بقى المحترفين. الكرة هناك ما جابهاش، والحكم بيبص بتاعته عشان يحسب الوقت الضائع ده، بيقول له كنت لازم تجيبها الطاي. ارجع ورا علي شحاتة، بيقول له يلا، طويلة قدام، طويلة قدام، طويلة قدام. شوي غريب بيسيبها، بيسيبها، فاول، فاول في صالح شوي غريب، صالح في صالح شوي غريب، واحسن من كورنر جدا. طاهر ابو زيد وشوي غريب، واحد فيكم شوط ما تعزموش وتسيبوها، سيبوها لعلي حتى خش هناك، خش يا طاهر، يلا علي حتى رافع وبيطلعها جول، وهوبا بقى يا مجدي، اتصدت في لاعب وراح له وطالع جري، طالع جري، هيقابله حماده، هيقابله حماده، خدها مجدي، فاول علينا في نص ملعبنا، كان اداها لابراهيم يوسف لكن بزقه، يبقى الفاول علينا. انذار شوي غريب، لا حماده صدقي نمره 18، اللي دور ده حماده صدقي 18 اللي خد الانذار، من عندهم خد انذارين وعندنا في انذار واحد اهو، حماده صدقي وتصور الحكم وكتب الانذار، وفي حيطه على خط الباكات وبيرجعها الحكم شويه، ربنا يستر. فاضل 3 دقائق ان شاء الله، ربنا يستر في 3 دقائق دول. مصر غالبه 2-1، والفاول اتشاطت، بيطلعها ابراهيم يوسف، ترجع تاني بيطلعها، الديفنس كله كان متكوم ورا وبيطلعوا عشان يخشوا، في 3 منهم اوف سايد اهو، تغطوا ابراهيم يوسف، غطى ابراهيم يوسف، غطى، ادي ثابت، ادي ثابت اهو، اهو كده، امسك ثابت، امسك، امسكها، امسكها ان شاء الله، امسكها، طويله قدام، يلا محمود، ربيع ياسين رجعها، محمود حسن بربيع ياسين بصدره، وربيع ياسين طلع شماله، طلع شماله، وعماد سليمان جنبه، مش ربيع ياسين، مش ربيع ياسين، مش راحت منه، خلاص خلاص خلاص، خدها الباك، وربيع يرجع ياخدها بفاول، وبعد ما صفر خبط كده رجله، معلش. يلا كوفي، كوفي
اثبت يا ابطال، اثبتوا يا ابطال، على ساعتي فاضل دقيقه ونص، اثبت يا ابطال. ليه؟ طيب ورا الاوت علينا، الاوت علينا، ارجع ورا اوام، ارجع ورا اوام، ارجع ورا اوام. الاوت بتاعتهم اهو 43 دقيقة و50 ثانية، يبقى فاضل دقيقة و10 ثواني، ومصر غالبة 2-1. ربنا يستر ان شاء الله. خش عليه، خش عليه، خش عليه، خش عليه. دقيقة 44 اهو. ليه 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 الوينج الشمال هو جول برأس نمرة 7 وبيديها ثابت، بيديها ثابت في ايده. برافو، شوفوا ثابت واقف، ثابت ازاي؟ ثابت وبطل. بيلعبها اوام ناحية الشمال وهيطلع، اطلع على مهلك، اطلع على مهلك. يلا هاتوا خد عماد سليمان، ربيع يمشي. ليه هيك؟ الحمد لله جت لنا. وشوي غريب اداله شوف بقى زي بعضه، ضيع دي طايره، هوبا طايره ابو زيد زي بعضه، تضيع لان فاضل ثواني 15 16 ثانيه. طايره ابو زيد اللي جابوا الجولين دول، جاب الجول الاولاني بعد كام دقيقه اقول لكم، الثاني بعد 28 دقيقه، والاولاني 9 دقائق. فاضل على الساعه دي ثانيه واحده، او فات الوقت العصري، وبنلعب في الوقت الضائع، ومصر كسبانه 2-1. يا رب استر. يلا خش عليه، خدها بره اوت. بنلعب في الوقت الضائع، خش عليه، ارجع كله، خش عليه طويله، وديها بره. ليه يا ناصر؟ كويس ناصر، خدها بفاول، ضربه حره غير مباشره علينا، كان وداها بره احسن. معلش حصل خير بقى. خش عليه، ما شوتش، خش عليه ماشي فاول، خش عليه. يلا والباك، العب بره يا راجل، اخص عليك، العب بره شوي بره. يلا يا شباب تمسك الكره، فات دقيقه وست ثواني من الوقت الضائع، بنلعب دقيقه وست ثواني في الوقت الضائع، وثابت بيلعبها والحكم بيستعد ينهي المباراه، وفازت مصر على ساحل العاج 2-1. واللي جاب الجولين طاهر ابو زيد في الدقيقه 9 والدقيقه 28. بنقول مبروك لمصر، وكل اللي هنا في الاذاعه والتلفزيون والصحافه والناس اللي هنا، كل فرقه التلفزيون بتنقل له حواليا، وكلهم تمام قوي بيباركوا لمصر جميعا. بنقول ان احنا كده خدنا اربع نقط، في حين ان ساحل العاج عندها نقطتين والكاميرون عندها نقطتين، واحنا هنلاعب توجو اللي هي اضعف الفرق، دخل فيها 7 في جول 1. ان شاء الله يوم 10 احنا قبل بكره، يمكن التلفزيون هنا عمل لنا ترتيب، فعش التلفزيون اللي هنا تدع لكم بكره الماتش باذن الله.